تكلمنا عن الورم الحليمي التنفسي والورم الحليمي الحنجري؟ هو الورم الحليمي ده عبارة عن ترجمة حرفية باللغة العربية لورم في اللغة الإنجليزية نسميه مالتيبل، يعني متعدد، بوليبروسيس يعني تورمات أو تحببات، ودي مرض بيوجد غالبا بيظهر في الأطفال لكن ممكن يظهر معاهم في سن الطفولة ويمتد وجوده لفترة اليفوعة وفترة العشرات والعشرينات من العمر، وده غالبا ما بيكون نتيجة لفيروس يكتسب إما مباشرة بعد الولادة من فيروسات تكون مصاحبة للجو المحيط للطفل، أو أثناء الولادة يصاب بسبب وجود نفس الفيروس دوت في مجرى الولادة لدى الأم، وده بيتسبب في أنه بيتكاثر على شكل حبيبات فبنسميه مالتيبل يعني متعدد، بوليبروزيس يعني متعدد الحليمات، وده بيؤدي إلى انسداد في مجرى التنفس، قد يؤدي إلى الخنقة أو انسداد النفس الحاد، وده له مخاطر كبيرة جدا. علاجه حاليا بينقسم إلى نوعين من العلاجات، واحد بعض الأدوية المضادة للفيروسات، واثنين إذا كان هناك عدد كبير من هذه اللحميات أو الحليمات موجودة وممكن استئصالها، ففي الغالب يتم استئصالها بأجهزة الليزر من ثاني أكسيد الكربون، ودي بتبقى محتاجة كمان مهارة عالية جدا سواء من الجراح الأنف والأذن المعالج أو من طبيب التخدير، حيث أن هذا الطفل بيحتاج إلى طريقة معينة ومهارات معينة في تنويمه أثناء الجراحة، لأنه الدكتور التخدير وطبيب الأنف والأذن بيتشارك مجرى النفس أثناء إجراء العملية، فلابد من تأمين التنفس أثناء الجراحة وكمان محافظة عليه في درجة عالية من النوم الممنهج العميق حتى لا يتحرك أثناء الجراحة. شكرا جدا لهذه الفيديو.